يقول بالنسبة للأذان نحن عادة نخرج إلى البر مع زملائي، فما حكم الأذان في حق المسافرين شيخ؟ حق الأذان في حق المسافرين هو مشروع، لكن بعض العلماء يرى أنه سنة ولا يجب إلا في الحضر، والصحيح أنه واجب في السفر والحضر، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أو أقرأكم، وهذا عام في السفر وفي غيره. نعم. المنفرد شيخ هل له يعني أذان وإقامة؟ أفضل كونه يؤذن ويقيم أفضل، للحديث الراعي الذي يرعى الغنم ويؤذن الجبل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعجب من ذلك. نعم.